ايه علاقتك بقى بالفنان يوسف شتا؟ والله الحاج يوسف شتا احنا بنسمعه، وطلعنا تلاقينا ابهاتنا بتسمعه وجدودنا بتسمعه، وراجل مشهور وراجل فنان، وكان عنده تلقائيات في الكلام على طول، وكان راجل مهاجم، لان كتب عنه يعني فيه روايه ليه انا عارفها، اللي هي يعني قصه حياته بتتقال في روايه كده حلوه. اه، دموعي وخزرت خدودي على العزيز يوسف، وقرية كياد هي منشأ يوسف، والزاوية كانت نهاية المطاف يوسف. يا أرض كياد يوسف العزيز عدلك، عاش قد ما عاش في نهاية المطاف عدلك، الخير زرعه بإيده الطيبة عدلك. قضى حياته مؤلف له أثر فينا، حبينا فيه الرجولة وحبها فينا، يا رب يوم الفراق كان له أثر فينا، لكن رضينا بحكمك والميزان عدلك. من بعد كياد راح على مصر في الزاوية، وعند خاله سكن بجوار في الزاوية، وفي الإميرية مصنع كان في مكان في الزاوية، في مصنع الحديد كان دائما شغال، وكمنه شهم وهمام حبوه في الزاوية. وفي الويلي ويا الخلفاوي كان راح يسهر، لفن شعبي أصيل يستمع يسهر، وطول النهار شغال وبليله كمان يسهر، عمال يعجرف وبيدور على ودان سمعة، أم عقله وزه على راجل وله سمعة وجنبهم يسهر. ولما يوسف شاف الراجل ده منظره عجبه، شاف الحاج مصطفى ده، ساعة ما يوسف شاف الراجل ده منظره عجبه، نظم مواله وكلامه كمان عجبه، وقال ده راجل همام وابن الكرام عجبه. ده اللي هو مصطفى مرسي. الله يرحمه. انت عندك البيت كله بيسمع يوسف شتا؟ اه طبعا، امال ايه. اه، وانت غاوي المسألة دي؟ غاوي. اه، ايه اللي بيعجبك من شغله؟ يعني ايه اكتر حاجات بتعجبك منه؟ اللي ان هو ان لما بيحصل حدث بيقول عليه. اه، يعني مثلا زي الزلزال. يعني جه برضه في الزلزال راح قايل ايه؟ واحد بيقول له بعد اذنك يا عم الحاج ما تمسيش عليا، المسا مني ليك اهو، بس عايزك تقول لي حاجه عن الزلزال اللي حصل في 92. فقال له واجب علينا ناخد عبره من الزلزال، يوم القلع والفزع، يوم حاسه الزلزال، ياما ولاد ناس راحوا ضحايا الزلزال. الدنيا رب خلقنا نعبده فيها، لكن عصينا وضلينا الطريق فيها، رب العباد لو عملنا فعلنا فيها كان جاب عليها وطيها من الزلزال. شكلك يعني حافظ معظم شغله. اه، اصل انا عاشق. ايه اللي بتلاقيه في شغله بيخليك عاشق؟ ايه اللي بتلاقيه؟ لان انا لما سمعته، لما اوظف الكلمه في الافراح، لقيته في ابداعات كمان غير شرات الاستيريو. ازاي؟ الحاج يوسف لما كان يروح ليله، كل ليله يروح هتلاقي الموال من بعد الانشاد الديني في حاجه بيقولها اسمها الصلاه الهادي نبينا، المقدمه بتاعته لازما يقول موال على العريس او العروسه، كله فرح مختلف، المقدمه مختلفه. وكان اي واحد مثلا لما يكون راجل مثلا ايه، يقول له مثلا انا شغال بطلع النخل، يقول له ايه، انا عملت قفاص والصنعة ابوها النخل، صنعة شريفة لكن عاوزة الوسع والنخل، قالوا العسل من القصب قلت البلح من النخل، خليك معايا تملي في الكلام راسي، عمل السرير والكراسي من جريد النخل. وحياة جمالك، وحياة جمالك وورد الخد وعيونك ونور جميل وحسن القد وعيونك، دار السواد اللي من غير كحل في عيونك. كنت بتمشي وراه؟ كنت بتروح له حفلات وانت لحقته؟ الحاج يوسف قالوا جاي عندنا قبل كده، الكلام ده كان في 2006 حاجه زي كده، وبعدين رجليه اتكسرت. الله يرحمه. فاللي جه مطرحه فنان تاني، لما اوظف الكلمه. ده دي المرة الوحيدة اللي أنا كنت أشوفه فيها، لكن أنا كنت بروح عند ناس كتير لما أوظف ناهية وفي كرداسة، كانت بتسجل له، وكانت بتسجل للفنان اللي معاه الرئيس لطفي العناني. طبعا الرئيس لطفي العناني كان الحاج يوسف برضه، يعني كان الله راجل الله أكبر عليه، يعني امتداد ليه برضه، امتداد ومدرسة برضه. لا لا، مدرسة بصراحة، يعني طبعا. هو طلع من تأسوها يعني من تحت يد أستاذ. أنا قلت يا طبيب أنا اللي حفظت وداني، طول عمري حافظ وداد الناس ووداني، وأقرب الناس لحد الشر وداني، واللي أذاني أروق إزاي إليه وأصفى. وانا عندي بستان هديته من ظهور فني.
واللي عطشان سقيته من بحور فني. دروب الكرامة على ولاد الأصول ملبوس، إن قبلك الحر في الوجه السمح ميل بوس. تحية للي عليه دروب الكرم ملبوس، وتحية مخصوص للي بيعشقه.